فخلينا نكمل مثال الحل لمدينة في بر مصر. إذا كانت عندنا المسافة توتال ديستانس بالمشية كانت 20 متر، وزن كان في عندي وزن 200 جرام 200 كيلو مضبوط 200 كيلو جرام، هذا هو الديمون وزن واللي هو ام 1 ما فيش في ام 2. الجير بوكس قديش كانت الريدكشن ريشيو تبعته؟ 49 ل 1 تمام. وايش كمان كان عندي؟ هاي الشيف هاي كان موجود الدايمتر تبعها ما حطيته. واحد متر، واحد متر، واحد متر الدايمتر. يساوي 1 متر. وبعدين طلعنا احنا الريكوايرد اكسلريشن قديش طلعت معنا؟ 0.05 متر بير سكند سكوير. والتوب سبيد هاي قديش طلعت معنا؟ واحد متر بير سكند. واحنا فيش عندي جيرك، هون الجيرك انا اعتبرته انه انفينيت، فبدنا كان المطلوب اني اطلع التورك المطلوب من الدرايف. ريكوايرد تورك من الدرايف او من المحرك من هون. فرضنا الانيرشيا 10 كيلو جرام. فرضنا الانيرشيا تبعتي تبعت هاي الشيل. اذا هاي الشيل بتساوي 10 كيلو جرام. والافشنسي 0.85. والافشنسي 0.85 هذه هي فور الديفيشنسي تبعت الجيركس. طيب بدنا هلا نرجع كل شيء، نرجع على الهاي سبيد شاف، بدنا نعمل ريفيرال هون كل شيء للهاي سبيد شاف عشان نطلع ايش ريكواير تورك. خلينا نبدا فيهم نقطه نقطه. خلينا اول شيء ناخذ الايكوفلنت تورك تبع هاي الماس. هلا الايكوفلنت تورك للماس هاي بنفجي تي تبعت الماس بتساوي ام دي ام 1 في الحالة هاي في جي في دي اس على 2. هذا راح يعطيني الايكوفلنت تورك تبع الماس عند النقطة هاي. هلا هذا التورك بدي احوله لتورك عند النقطة هاي، راح ضربت في دي اس راح اقسم على ار جي وراح اقسم على ايتا. هذا راح يعطيني الايكوفلنت ماس لهاي الايكوفلنت تورك لهاي الماس على الهاي سبيد شارك. اللي هو بيساوي عندي ام قديش كانت 200 كيلو، راح احط الجي منها 10، دي اس على 2 راح تكون 0.5، بعدين راح اقسم على 49 وراح اقسم على 0.85. هذا بعطيني الايكوفلنت تورك لهاي الماس، كيف ببين هذا التورك على هذا الهاي سبيد شاف. اذا هذا اول جزء منكم. الجزء الثاني بدي اطلع الايكوفلنت الانيرشا تبعت الماس، كمان بدي احولها للهاي سبيد شارك. طبعا ما بدي انسى الايكوفلنت انيرشا تبعت الشيب اللي موجوده معنا. اذا الايكوفلنت انيرشا تبعت الماس رح تكون قلنا الايكوفلنت الانيرشا لماس هي ام في ار سكوير، مضبوط؟ فهاي الماس كانها بتصير ضفه على هذا المحيط من هون مضروبه في مربع الريدس. اذا هذه رح تساوي عندي ام 1 في دي اس على 2 تربيع، هاي تتحول لإيكوفلنت انيرشا على الشافت هذا اللي موجود هون. هلا هاي الانيرشا اذا بدي ارجعها للهاي سبيد شافت راح اقسمها على ار جي سكوير واقسمها كمان على. اذا عندي هون هاي 200، هذا عندي نص تربيع على 49 تربيع، وعندي 0.8. إذن هذا بعطيني الانيرشا، صار عندي هالانيرشا. هلا كمان بدنا ناخذ الانيرشا تبعت الشيف هاي، الشيف اللي عباره عن بولي فيها جروفز. بولي فيها جروفز مش بولي عادي، الشيف اللي بتكون بنحط فيها الحبل. إذا بدي آخذ هلا اي شيف بدي أحولها للهاي سبيد شارك، شو بعمل فيها؟ هلا هي قديش قيمتها على هذا اللو سبيد شارك؟ الشيف 10 كيلو جرام تربيع على هذا الشاف. لما بحولها هون على الهاي سبيد شاف شو بعمل؟ بقسم على مربع ريشو بقسم على الزد. فبصير عندي هلا هاي 10 على 49 تربيع على حد يحسب لنا هذول الارقام. هي صار عندي هلا الماس جاهز، التورك جاهز، والانيرشا جاهزه،
هلا في عندي شيء ناقص، انا بدي اكسلريشن على الهاي سبيد شارب، على اللو سبيد شارب بدي احوله ل روتيشنال اكسلريشن على الهاي سبيد شارب. واضح؟ يعني عندي هون انا تسارع خطي بهذا الاتجاه، هل بقدر احوله لالفا هون؟ شو العلاقه احنا قلنا بين ثيتا واكس اوميجا وفي الفا واي؟ اذا انا بدي احول الان من اي الى الفا، بس اول شيء بدي احول لالفا على اللو سبيد شارت. هدول علاقه بينهم حتى دايمنشنالي واضحه. اي ايش وحدتها؟ متر بير سكند سكوير. اذا هذه هون بدي اضربها في بي اس على 2 حتى تتحول ل اي. بس انا عندي اي مش هيك؟ اذا عندي اي على بي اس على 2 راح تساوي الفا لو سبيد شارت. هلا بصير عندي الفا لو سبيد شارت بتساوي اي على دي اس على 2، اي بتساوي 0.05 على 0.5. مضبوط؟ وبعدين الفا صارت عندي المطلوبه هون لو سبيد شارت، حتى احولها للهاي سبيد شارت ايش بصير من اللو سبيد شارت للهاي سبيد شارت؟ بضرب في ار جي. بضرب في ار جي مش هيك؟ فبصير عندي هلا الفا هاي سبيد شارت بتساوي 0.05 على 0.5 مضروبه ب 49. مضبوط في الار جي. طب والافشنسي؟ لا ما في ايش الافشنسي؟ 100 ما في كينماتكس، ما لها علاقه، ما فيش افشنسي بالكينماتكس. الافشنسي بتاثر على التورز او الاشياء اللي التورز بتاثر عليها على الانرجي، ما بتاثر على الالفا. يعني لو كانت حتى لو كانت افشنسي سيئه جدا لهذا السيستم، لما بلف لفه هون هذا كم كان لازم يكون لف؟ 49. 49 ان شاء الله كانت الافشنسي 1%، ان شاء الله كانت نص بالمئة، ان شاء الله كانت ربع بالمئة. لما هذا بلف لفه هذا بلف 49، لما هذا بلف 49 لفه هذا بلف لفه. ما فيش هاي، لما الاكسلريشن بتكون قيمه معينه بتكون 1 على 49 منها هون وهكذا. اذا هذول ما لهمش علاقه بالافشنسي. صار عندي هلا هذول، اعطوني هذول الارقام هلا اذا حد حسبهم. 24. هاي اول وحده قديش؟ 24. 24. 0.025 ايش وحدتها؟ 0.09. شفت عندي 10 على 49 تربيع على 0.049 الفا عندي 0.05 على 0.5 شو بتعطيني؟ 0.1. هذه طبعا راديان سكند سكوير، بس بعدين بدي اضربها في 49 فبتصير عندي 4.9. اذا جاهز هلا احطه كله في المعادله الاساسيه. شو المعادله الرئيسيه؟ هي ايش كنا؟ قانون مين؟ نيوتن. قانون نيوتن الثاني. اذا عندي سم تي يساوي الفا سم اي، هذا كله راح يكون على الهاي سبيد شارت. ملاحظين كيف احنا كل شيء حولناه رجعناه للهاي سبيد شافت؟ كان بامكانك اذا تشتغل تقدر تشتغل كل شيء على اللو سبيد شافت، تحطه على اللو سبيد شافت، رجعنا كل شيء للهاي سبيد شافت عشان نطلع هلا قديش الريكوايرد. اذا عندي هلا طبعا هذا كله هاي سبيد شافت وهذا هاي سبيد شافت. هذا طبعا عندي فيكتور وهذا هون فيكتور. مجموع التورك، التورك عندي هلا انا ما بعرفش قديش الدرايف، بدي اطلع قديش تورك الدرايف، مضبوط؟ ناقص. اعتبره ناقص لان انا بدي ارفع هذا السيستم، فهو الماس من هون راح تاثر بعكس الاتجاه، انا بدي ارفعه من هون فبعتبره متعكسين. عندي تي للماس قديش كانت؟ 24.09. هذا سم اوف تي بيساوي الفا، عارف انا قديش المطلوبه قديش هي؟ 4.9 راديان بير سكند سكوير. ومجموع اي عندي 2 ايز مش هيك؟ في اي اللي جاي من الماس اللي هي 0.02 449 زائد 0.0049
إيه. إذا بطلع عندي تي دي يساوي قد إيش معنا هدول التنين؟ ودي تقريبا هاي بدها تصير 0.029 اضربها ب 4.9 لا 24.23 قديش هاي طلعت؟ كلها 24.23 اذا لاحظوا الانيرشيا هاي اعطيني هاي الجيلة هاي حطها هون هاي تقريبا تطلع 0.03 قديش؟ هاي بس اعطيني هاي بس لحظة 0.029 هذه بدون ضرب الأربعة 4.9 0.14 هاي هون بس نقطة مهمة ننتبه عليها ايش اللي عندي هون؟ ايش ملاحظين؟ الانيرشيا ما اثر شيء بسيط الانيرشيا اثرها اقل بكثير من الماس فممكن كيف ممكن كنت اخفف انا من الاوت اوف بالانس ماس هاي؟ ايش كان ممكن اعمل؟ حط كاونتر كاونتر ماس احد الاشياء ممكن تخفف كثير منها هون لو انا حط هلا هون انا بالسيستم هذا ما راح احطه في سيستم كثير هلا وضع الهاي شو راح يكون لو في له اثرين ايش هم الاثرين راح يكون لما بحط انا كاونتر ويت او بحط ماس على الجهه الثانيه؟ انا نفسي خفف هاي الانيرشيا راح تزيد بس هي الانيرشيا اصلا صغيره مش مشكله مش كارثه طيب اذا هذول لما بجمعهم تقريبا بصيروا 24 لما بجمع هاي 9 و14 23 اذا هذا بعطيني ستارتنج تورك هذا طبعا هلا فكره ستارتنج تورك والاشياء هاي راح احكي عنها بتفصيل اكثر بس لازم هذا الدرايف يعطيني على الاقل البدايه 24.23 لازم يعطيني على الاقل 24.23 نيوتن متر حتى يقدر يسارع هذا الجسم طبعا لاحظوا هلا هون ايش راح يصير راح يعطيني هذا التسارع خلال الفتره هاي هاي الفتره الزمنيه قديش كانت لنا هاي الفتره الزمنيه 10 20 كلها 20 ولا نص 20 لا نص 20 اذا انا عندي هون هاي كانت 20 سكند وهاي 20 سكند إذا أنا بدي أسارع هذا السيستم بدي أسارع هاي الماس بدي أسارع لحد ما توصل هاي السرعة ليش هاي السرعة وصلت 1 متر بس 1 متر إذا هلا هاي الماس كأنها هيك بهذا الشكل طبعا هم هذا زمن مش مسافة بس أنا بعملها رسم تقريبي السرعة راح تزيد وإحنا ماشيين لحد ما توصل عند النقطة هاي بعدين راح تنزل مرة ثانية لحد ما توصل عند النقطة هاي خلينا نحسب قديش سرعة المحرك راح تكون لما يوصل أعلى سرعة من هون هاي نقطة مهمة بتهمنا كيف بدنا نحسبها؟ قانون الكينماتكس نرجع نفس الشيء من الكينماتكس ونستعمل الشيلد مش هيك؟ البارامتر تبع الشيلد هلا هذا لما يكون ماشي بهذا الاتجاه 1 متر بير سكند قديش راح يكون اوميجا لو سبيد شارب؟ اذا اوميجا لو سبيد شارب شو بيساوي؟ بيساوي في لينير مضبوط؟ على ار في اس على 2 مش هيك على ار عندي في على نص راح تعطيني 2 راديان بير سكند مضبوط؟ طيب بس انا بدي اوميجا اتش اس اس ضربها في 49 فبصير عندي اوميجا اتش اس اس بتساوي 49 اللي هي جير بوكس ريدكشن ريشيو 2 شو بعطيني؟ 98 راديان بير سكند بس انا بدي اياها ار بي ام شو بعمل؟ بتصير عندي هلا ان بتساوي 98 راديان بير سكند واضربها بايش؟ اضربها ب 60 وبنقسمها على 2 باي قديش تقريبا بتطلع هاي؟ 935 تقريبا ار بي ام اوكي 935 ار بي ام لو هذا اندكشن موتور ايش بتوحي لك؟ قليل بكر مضبوط طلعوا لي على هذا الرقم شو بوحي لك 935 لما انت قلت قليل ايش الرقم اللي عم بتفكر فيه؟ في 1500 في 3000 بس 1500 هذا ايش باي حاله؟ هذا النو لود بيكون بالسليب لا 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 انتوا بعدتوا شوي 1500 ايش بتعدد اللي ماخذين ماشينز مين ماخذ ماشينز؟ كل تمام اذا ال 1500 ايش بتعتمد كيف حسبناها ال 1500 ار بي ام ايش سميناها ال 1500؟ سينكرونس سينكرونس سبيد تمام ممتاز بس السينكرونس سبيد ايش بتعتمد هاي؟ بتعتمد على لا لا انا عم بحكي عن السينكرونس سبيد فريكونسي فريكونسي تبع السبلاي بول عدد بول لو تغيرت عدد البول بتضلها 1500 لا تمام اذا شو بتتوقع هاي السينكرونس سبيد هون؟ انا ما راح امشي الموتور ما راح يمشي على سليب عالي جدا ما معقول يكون السينكرونس سبيد تبعت هذا المحرك 1500 على الشيء 935 اذا شو بتتوقع لما تشوف 935 السينكرونس سبيد قديش؟ يعني 1000 ار بي ام
يعني كأني هون عمالي بقول إنه هاي بتساوي السينكرونس سبيد بتساوي 1000 RPM للإندكشن موتور. الأي سينكرونس سبيد اللي بيمشي عليها قديش؟ أنا قديش السليب؟ 65% على 1000 اقسم 65 على 1000 شو بتطلع معك؟ 6.5%. إذا السليب هون بالحالة هاي 6.5%. أنا حسبتها لما كنا نحط السؤال أنا حسبتها بحيث إنها تكون قريبة على 1000. إذا ما تفكر دائما إنه إيش؟ إنه كل المحركات 2 pairs of ports هذا بكون 4 أو 2 ports هذا هون أو 6 ports هون رح يكون عندي رح يعطيني 935 يعني N synchronous بتساوي 60 بـF على 2 pole أو إذا بدك 120 على عدد الـ poles إذا عندي هون 120 50 على إيش الرقم اللي بدي أقسم عليه حتى يطلع عندي هذا الرقم؟ 1000 120 في 50 قديش تعطيني؟ 6000 الكل فاهم هذا الجزء ايش اللي عم نعمله هون؟ ماشي مين يلخص لي اياها؟ ايش اللي ايش اللي عم نحكيه هون؟ اول شيء ايش فرضنا احنا المحرك هذا؟ اندكشن اندكشن موتور اي نوع من اندكشن؟ سكوريكيج اندكشن موتور فرضنا الفريكونسي تبعت السبلاي قديش؟ 50 اوكي 120 هون عشان التحويل قلنا هذا لما حسبناه وجدنا انه اعلى سرعه له هون 1 متر بير سكند هاي اي 1 متر بير سكند هاي لينير سبيد مضبوط هاي شو بتتناسب لما هذا يزيد يزيد الجسم مش الجسم هذا لو طلعت عليه شو راح اشوف صار راح اشوف سرعته بتزيد 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 مش هيك وعند نقطه معينه عم توصل المسافه شو راح تبدا تعمل تتكرر والجيرك انا هون نهمل الجيرك ليش اهملنا الجيرك هون انفينيتي انا مش اشخاص ما عم بنقول اشخاص عم بقول اجسام مش مشكله جينا قلنا هون لما حسبنا هاي وجدنا انه المحرك هذا لازم يقدر يوصل السرعه هاي بدون ما يتجاوز السينكرون سبيد ويرد ينزل مره ثانيه اذا هون لما حسبنا الواحد متر بير سكند اللي هي البيك سبيد هاي التوب سبيد تناسبت مع سرعه دورانيه للمحرك 935 935 معناها المفروض يكون هذا لما يعطيني هذا اللود يكون قريب للسينكرون سبيد السينكرون سبيد تبعته اتوقع انها 1000 لان مش راح تكون 1110 او 1050 بدها تكون رقم بدها تكون 120 الفريكونسي عندي هون احنا عندنا 50 على 6 بتعطيني 1000 اذا هذا المحرك السينكرون سبيد تبعته 1000 ار بي ام الاي سينكرون سبيد اللي عم بعطيني تقريبا التورك اعلى تورك عندها 935 معناها السبيد تبعه 6.5% اذا بدي اروح على داتا شيت شو اختار محرك 6 بول بيكون ار بي ام تاعته التورك تبعه اللي بده يعطيني اياه المفروض يعطيني على الاقل 24 هلا هون بصير في نقاشات بعدين راح نحكي عنها انه هل هذا هو ستارتنج تورك ولا ريتد تورك هاي بنحكي عنهم بعدين بس لازم يكون ستارتنج